كابتن وائل جمعه. اه طبعا مش عايز تسلم عليه وبعدين ده حبيب الصخره. هم ليه كل لما يجي يتكلم التليفونات تيجي عادي؟ لا خالص كمل بعد التليفون. لا وائل حبيبي ده كنبه مدافعين. كابتن وائل اهلا بيك. اهلا اهلا بيك يا ابراهيم. ازيك يا صخره؟ كل سنه وانت طيب. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا بيك. الحبايب كلهم متجمعين. ده كده 3 5 2 هاني رمزي ليبرو وانت ويوسف مساكين. ازيك يا وائل اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. يعني الاربعه بصراحه يعني مش عارف افرق المعزه بتاعتكم، انما كلكم نفس المعزه والله على قلبي. و طب ما تديني حته زياده اللي جبتك من المحله. لا ده لا بس الاثنين اللي معاك دول ساعدوني كتير يا باشمهندس. لا دول ساعدوا مصر كلها. ازيك يا صخره عامل ايه؟ طبعا ازيك يا كابتن هاني؟ كابتن هاني طبعا من اوائل الناس اللي انا اتعاملت معاها في المنتخب يا كابتن عادلي. صحيح. طبعا واخ اكبر لينا وقدوه، يعني واحد من الناس اللي علمتني كتير والله هو وكابتن يوسف. بصراحه كابتن يوسف طبعا ده قصه ثانيه لوحده. اشتغل معانا، انا حضرت كابتن يوسف وانا لعيب وحضرته وانا مدرب وعاش معانا فتره من احسن فتراتنا. يعني برضو يعني الناس دي يعني الكلام في حقهم ما يخلصش يا باشمهندس عادلي والاستاذ ابراهيم طبعا، وادواركم انتوا كمان مع النادي. عايز تقول ايه لجماهيرنا الجميله يعني بقى في 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 احتفاليه نادي القرن عشان ما نخرجش بره الموضوع؟ يعني انا احنا النهارده عاملين سهره لنادي القرن يا باشمهندس عادلي. ان احنا عيدنا عيدين، عيد الاهلي عيد الفطر المبارك طبعا، وعيد نادي القرن اللي احنا لازم نحتفل بيه كل سنه. ذكرى بتحمل تاريخ كبير جدا لناس رفعت اسم النادي الاهلي في افريقيا كتير، وجايزه تشرف كل واحد ارتدى فانيله النادي الاهلي او دافع عن النادي الاهلي او ارتبط اسمه بالنادي الاهلي يا باشمهندس عادل. وانتم باذن الله مجيلكم ساهم في تصدرنا في القرن الواحد وعشرين يا كابتن وائل. احنا كملنا انجازات الناس اللي قبلنا يا باشمهندس عادلي، والناس اللي هتيجي بعدينا ان شاء الله هتكمل القرن الواحد وعشرين ده. ارتداء فانيله الاهلي والارتباط زي ما قلت يا باشمهندس عادلي بالنادي الاهلي شرف كبير جدا. انا مش هطول عليكم كباتن طبعا، معاك كابتن هاني وكابتن يوسف هيسردوا طبعا ويتكلموا عن يعني ايه ان انت ترتبط اسمك بالنادي الاهلي. ده حاجه كبيره وشرف كبير جدا لينا. انت كمان تاريخ كبير قوي يا صخره، يعني الحقيقه 30 بطوله او 15 بطوله انت تحديدا في افريقيا مع الاهلي. ربنا يخليك يا ابراهيم، يعني لولا الاهلي ما كنتش حققت كل ده. وده اللي قاله هاني رمزي الحقيقه. احنا بنقول لك كل سنه وانت طيب يا كابتن وائل، ودايما وابدا موفق ومستمتعين بتحليلاتك، ونشوفك على خير ان شاء الله. كمل يا كابتن. يجي تليفون ولا حاجه. والنادي الاهلي دايما في فرحه وسعاده ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن وائل جمعه.